مشاهدي قناه شوف تيفي، صباح الخير عليكم، اهلا ومرحبا بكم في هذا المباشر. يوم السبت اليوم ان شاء الله مع 3:30، اليوم تاريخي بالنسبه لكره القدم المغربيه، بالنسبه لنادي الوداد الرياضي. يوم ان شاء الله يوم باذن الله تعالى مع 3:30 غتكون واحد المباراه قويه ضمن منافسات دوري كأس العالم للأندية، الوداد الرياضي في مواجهه الهلال السعودي. ماتش صعيب بكل صراحه، ماتش كيتسناوه جميع المغاربه بفارغ الصبر، يعني ماتش غيتلعب بشبابيك مغلقه، يعني ماتش غيكون فيه واحد الضغط رهيب، غيكون فيه واحد الحماس اللي نتمناو ان شاء الله ان هذا الضغط هذا انه ينتهي بتفوق الوداد باذن الله والمرور لدور ربع النهائي، فكل دور النصف عفوا. فكل متمنياتنا لنادي الوداد الرياضي بجميع مكوناته انه يمثلوا المغرب احسن تمثيل ورفعوا رايه المغرب العالمي في كره القدم العالميه، كيف ما كان الحال مع منتخبنا الوطني، ويمشي على نفس الخطى ان شاء الله. منتخبنا اللي وصل لدور نصف نهائي في كاس العالم 2022 بقطر وكنا ضمن الاربعه الكبار، نتمنى ان الوداد اليوم ان شاء الله يكون في نهاره. نعم كيف ما قال المدرب نادي الوداد الرياضي المهدي النفطي ان المرشح الابرز هو الهلال السعودي، بحكم الميزانيه ديالو، بحكم جوده لاعبيه، بحكم كذلك القيمه السوقيه للاعبيه اللي كانوا ابرزهم مع المنتخب السعودي في كاس العالم. ولكن هذا الشيء ما كيمنعش اننا غنشجعوا الوداد ان شاء الله. الوداد بطل افريقيا، الوداد بطل المغرب، الوداد اللي كنعرفوا القوه ديالو والجماهير ديالو، وماتش غيتلعب بشبابيك مغلقه. فاحنا كنتمناو ان الوداد ان شاء الله يكون في نهاره، اللاعبين يكونوا في نهاره. كاينين غيابات نعم، ولكن خاصهم يكونوا سبوعه وسط التيران، بهذه العباره سبوعه وسط التيران. نتمناو يا ربي ان اليوم ان شاء الله نكونوا فرحانين مورا 3:30 ان شاء الله، والوداد يمر لدور النصف النهائي ان شاء الله ويلاقي الفلامينغو. فاحنا كنتمناو يا ربي ان الوداد اليوم يكون في نهارو. اليوم ماتش مع 3:30 ان شاء الله ضد الهلال السعودي، مركب مولاي عبد الله بالرباط. نذكركم ان المباراه غتلعب بشبابيك مغلقه بحكم نفاذ التذاكر في وقت وجيز، حضور جماهير كبير ان شاء الله، وكنعرفوا قوه الوداد في الجماهير ديالو. كل متمنياتنا عفوا لنادي الوداد الرياضي لتمثيل كرة القدم المغربية أحسن تمثيل. فشاركونا حتى نتوما مشاهدين الكرام في التعليق، شنو اللي ستكون ممثل كرة القدم المغربية في المونديال الوداد الرياضي قبل مواجهة الهلال السعودي. فبكل صراحة ماتش كيتسناه الصغير قبل الكبير، ماتش صعيب ولكن بالتوفيق بالتوفيق لنادي الوداد، بالتوفيق. متفائلين. وشفنا الزياره ديال وليد الركراكي وزياره فوزي الأقضاء رئيس الجامعه الكشيفه الوداديه. طبيعه الحال وليد الركراكي فهو مدرب سابق، طبيعه الحال ان هذه الزياره هذه غترفع من المعنويات، طبيعه الحال ان غتكون نصائح اللي غيدخلوا مركزين فيها اللاعبين اثناء المباراه ان شاء الله. شفنا تصريحات لاعبي الوداد الرياضي تكون من أيمن حسوني ويحيى جبران انهم كيوعدوا الجماهير انهم ان شاء الله غيتقاتلوا. شوف كرة فيها فوز وهزيمة وتعادل، حنا ان شاء الله متفائلين بالفوز، ولكن لا قدر الله لكن العكس فالجماهير الودادية خاصة غير تشوف الأداء، الجماهير المغربية عامة تشوف الأداء، تشوف أن الناس أو اللاعبين كيلعبوا بواحد الروح، فراه غيكونوا راضيين ان شاء الله. غيكون الأداء ان شاء الله، غتكون الروح ان شاء الله، غتكون الكرينطة ان شاء الله، غيكون الفوز بإذن الله تعالى. فتحيه جماهير الوداديه اللي غتنقل، تحيه جماهير المغربيه عامه اللي غتنقل، حيت المغاربه راه كلشي غيمشي يتنقل اليوم مركب مولاي عبد الله وغيتابع الوداد. نتمنى اننا نكونوا في نهارنا كجماهير وكاعلاميين اننا ننقل لكم الحدث كما هو باذن الله تعالى. ومتمنياتنا مره اخرى لنادي الوداد الرياضي هذا النهار هذا ضد الهلال السعودي، فكل توفيق نادي الوداد ان شاء الله.